السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لالا مليكة. الله يبارك فيك عبد الحاج، شحال هذه وانا كنصوني بغيت نهضر معك. يا اهلا وسهلا بك لالا. والله الا فرحانة فرحانة بزاف. الله يفرحك بدخول الجنة. مرحبا. إذا كان ممكن لالا مليكة نقصي من الراديو حداك؟ واخا لالا، الله يجزيك بخير. أهلية. مرحبا. كيف داير الحاج بخير؟ الله يبارك لالا، اكرمك الله اعزك الله. والله الا النهار اللي كنسمع عليكم كنرتاح. بارك الله فيك. كانت عندي مشاكل كثيره من شهر ثلاثه وانا في مشاكل. الحمد لله من نهار اللي تعرفت على هذا البرنامج الحمد لله. يا ربي الله يحفظك ويرعاك لالا. دعي معايا الحاج. لا اله الا الله. دعي معايا مع وليدي. الله يفرج عليك، الله يفرج عليك. لا اله الا الله. فيها مشكلة بسيطة زعما، كلشي كنبدات من العائلة ولا كلشي، الحمد لله نفسي. لا اله الا الله. الله يفرج عليك لالا. مشيت عليا مع الوالدة والوليد. يا ربي يا كريم. خوتي كاملين. يا رحمن يا رحيم. اللهم انسمينا جميعا. جميعا. الحاج مع بنتي. ما يشكل مشكل تاع الخير. واخا لالا مليكة الله يحفظك لالا. الله يحفظك، الله يشافيك ويعافيك. اختنا مليكة مهمومة ومكسورة الجناح. لالا مليكة لا شك ان هادشي اللي وقع لك راك يدخل في خانة ما يسمى بالابتلاء. ربي عز وجل كيف كيوزع علينا النعم والخيرات والبركات بين الفينة والأخرى كيوزع علينا الابتلاء. كاين هناك البلاء وكاين الابتلاء. البلاء ربك يعطيه لعلهم يتضرعون. ملي كيلقاو شي بلاء خطير، شي مصيبة كتنزل، الله يحفظنا وإياكم. علاش؟ بحال دابا مرض كورونا هذا كيتسمى بلاء. وما علته؟ لعلهم يتضرعون. الله عز وجل حينما يرى قوما يغفلون عن ذكره ويريد أن يردهم إليه ردا جميلا يسلط عليهم الابتلاء أو البلاء لعلهم يتضرعون. كلما تضرعوا إلى الله تعالى رفع الله البلاء. أما الابتلاء، ما هو الابتلاء؟ لا، هذا حاجة أخرى. الابتلاء هو أن الله عز وجل يريد أن يباهي بخلقه الملائكة. يقول يا ملائكتي أنتم أجسام أطهار، راكين ما هو أحسن منكم، راكين هو من أفضل منكم، عباد مكرمون، خلق من خلق آدم، غنعطيهم البلاء، غنبعث لهم الأمراض والأسقام والعلل، وغنعطيهم الفقر، وغنعطيهم قلة الحيلة وضعف اليد، وغنزير عليهم الأمور. شوف واش غيديروا رد الفعل ديالهم. غتلقاهم دائما كيقولوا يا ربنا يا ربنا، ما كيقولش لك علاش انا وقع لي كذا وهاد الفلسفه ديال الوجود ولماذا هذه الازمات. لا يقول كيف جرى ولا لما جرى، ولا انما يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اقرأوا معي قول الله تعالى من سوره البقره لما قال جل علاه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين، اصبر اصبر، علاجك هو الصبر. لما يأتيك البلاء اصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله الله، يا سلام. هؤلاء لما صبروا الله يرفع مقامهم فوق الملائكة. رأى كل مبتلى هو مشروع، مشروع إعداد للرفع في مستواه إلى مستوى أعلى من الملائكة.
فلأنها ملكة، لعل الله تعالى أراد لك هذا المقام الشريف وأعطاك حياة مع العائلة ومع الأحباب فيها ضيق فيها حرج فيها شدة. لا تخافي ولا تحزني، الوصية شنية؟ اصبر وبشر الصابرين، اصبري وقولي إن لله وإن إلي راجعون. هذه كتسمى الاسترجاع، إن لله وإن إليه راجعون. يعني الحياة كلها ما تساوي، الحياة ما تساوي، نحن غا مخيمين فيها، أنا غير مثل فصل الربيع سرعان ما ينقضي ونعود إلى ربنا. لو كنا نبقوا فيها دائما غنخاف وغنحزن وغنبكي وغندب، ولكن الحياة أنا غدا غادي مسافر، اللي غادي مسافر غادي يبقى يقول يعمر قلبه بالأرض اللي هو غريب فيها، نحن غرباء. فالإنسان ما يعمرش قلبه بالدنيا، ما يعطيهاش واحد القيمة كبيرة. هو في الدنيا أصلا خلق من أجل العبادة والذكر والدعوة إلى الله، وداكشي اللي عطاه مولانا الله يجعل البركة في محطني مولانا، أنا قابل، اللي عطاني بسم الله، واللي منعني الله يخلف، لما يعاود ربي يعطيني مرة ثانية. ناخذ الحياة ببساطة، ما نزاحم عليها، لا أتنافس فيها ولا أتضارب مع الآخرين، واللي بدا شداه بصحته والله ينفع به، وحنا كنتسناو مولانا يغيثنا من فضله، دون أن أدخل مع في نزاع ولا في عراك مع الآخرين. حتى كان بعض الصالحين كيديو لهم رزقهم، كاين اللي كيديو ليه كسوته فوق ظهره وما كيدويش، كيقول لي الله ربح خطيتي خذها. سيدنا المسيح عليه السلام كان من وصاياه كيقول لك من جاءك يسرق غداءك فهديه عشاءك، خليه يسرق الغداء وزيدو تلعشى، ومن لطمك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر. قمة التسامح، هذا تعاليم دينية جاء بها سيدنا المسيح عليه السلام. وحنا في ديننا الحنيف ماذا قال ربنا عز وجل؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، من عفا وأصلح. ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل أعطيه حقه وزيد ما زال الفضل، لا تنسوا عندك تنسى. خيرات كثيرة يعطيها المولى عز وجل لمن تخلق بهذا الخلق. علاش؟ لأن ما كاينش الندرة، قضية الندرة والقلة راه ما كاينة، راه كاينة غير في الفكر الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي بقى كلهم، الفكر البشري كله كيتحدث على الندرة والقلة، ما كايناش. الخير موجود في كل مكان ولن ينقطع أبدا. علاش؟ حتى ربنا عز وجل قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على صعيد واحد فدعوني وأعطيت كل مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فخير مولانا كثير، أسأل الله الكريم لنا ملكة أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك، اللهم آمين يا رب العالمين. ربي عز وجل كيف كيوزع علينا النعم والخيرات والبركات، بين الفينة والأخرى كيوزع علينا الابتلاء، كاين هناك البلاء وكاين الابتلاء. البلاء ربك يعطيه لعلهم يتضرعون، ملي كيلقاو شي بلاء خطير شي مصيبة كتنزل، الله يحفظنا وإياكم. علاش؟ بحال دابا مرض كورونا هذا كيتسمى بلاء، وما علته؟ لعلهم يتضرعون. الله عز وجل حينما يرى قوما يغفلون عن ذكره ويريد أن يردهم إليه ردا جميلا، يسلط عليهم الابتلاء أو البلاء لعلهم يتضرعون. كلما تضرعوا إلى الله تعالى رفع الله البلاء. أما الابتلاء، ما هو الابتلاء؟ لا، هذا حاجة أخرى. الابتلاء هو أن الله عز وجل يريد أن يباهي بخلقه الملائكة، كيقول يا ملائكتي أنتم أجسام أطهار، راكين ما هو أحسن منكم، راكين هو من أفضل منكم، عباد مكرمون، خلق من خلق آدم، غنعطيهم البلاء، غنبعت لهم الأمراض والأسقام والعلل، وغنعطيهم الفقر، وغنعطيهم قلة الحيلة وضعف اليد، وغنزير عليهم الأمور، وشوف واش غيديروا رد الفعل ديالهم. غتلقاهم دائما كيقولوا يا ربنا يا ربنا، ما كيقولش لك علاش انا وقع لي كذا والفلسفة ديال الوجود ولماذا هذه الأزمات، لا يقول كيف جرى ولا لما جرى، ولا إنما يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اقرأوا معي قول الله تعالى من سورة البقرة لما قال جل علاه
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين، اصبر اصبر، علاجك هو الصبر. لما يأتيك البلاء اصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله الله، يا سلام، هؤلاء لما صبروا الله يرفع مقامهم فوق الملائكة. رأى كل مبتلى هو مشروع، مشروع إعداد للرفع في مستواه إلى مستوى أعلى من الملائكة. فلأن الملكة لعل الله تعالى أراد لك هذا المقام الشريف وأعطاك حياة مع العائلة ومع الأحباب فيها ضيق فيها حرج فيها شدة. لا تخافي ولا تحزني، الوصية شنية؟ اصبر وبشر الصابرين، اصبري وقولي إن لله وإن إليه راجعون. هذه كتسمى الاسترجاع، إن لله وإن إليه راجعون. يعني الحياة كلها ما تساوي، الحياة ما تساوي، نحن غا مخيمين فيها، أنا غير مثل فصل الربيع سرعان ما ينقضي ونعود إلى ربنا. لو كنا نبقوا فيها دائما غنخاف وغنحزن وغنبكي وغندب، ولكن الحياة أنا غدا غادي مسافر، اللي غادي مسافر غادي يبقى يقول يعمر قلبه بالأرض اللي هو غريب فيها، نحن غرباء. فالإنسان ما يعمرش قلبه بالدنيا، ما يعطيهاش واحد القيمة كبيرة. هو في الدنيا أصلا خلق من أجل العبادة والذكر والدعوة إلى الله، ودكشي اللي أعطاه مولانا الله يجعل البركة في محطني مولانا، أنا قابل، اللي أعطاني بسم الله، واللي منعني الله يخلف، لما يعاود ربي يعطيني مرة ثانية. نأخذ الحياة ببساطة، من زاحم عليها لا أتنافس فيها ولا أتضارب مع الآخرين، واللي بدا شده بصحته والله ينفعوا به، وحنا كنتسناو مولانا يغيثنا من فضله دون أن أدخل مع في نزاع ولا في عراك مع الآخرين. حتى كان بعض الصالحين كيدوا لهم رزقهم، كاين اللي كيدوا ليه كسوته فوق ظهره وما كيدويش، كيقول لي الله ربح خطيتي خذها. سيدنا المسيح عليه السلام كان من وصاياه كيقول لك من جاءك يسرق غداءك فهديه عشاءك، خليه يسرق الغداء وزيدو تلعشى، ومن لطمك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر. قمة التسامح، هذا تعاليم دينية جاء بها سيدنا المسيح عليه السلام. وحنا في ديننا الحنيف ماذا قال ربنا عز وجل؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا وأصلح. ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل أعطي حقه وزيد ما زال الفضل، لا تنسوا، عندك تنسى. خيرات كثيرة يعطيها المولى عز وجل لمن تخلق بهذا الخلق. علاش؟ لأن ما كاينش الندرة، قضية الندرة والقلة راه ما كاينة، راه كاينة غير في الفكر الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي بقى. كلهم الفكر البشري كله كيتحدث على الندرة والقلة، ما كايناش. الخير موجود في كل مكان ولن ينقطع أبدا. علاش؟ حتى ربنا عز وجل قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على صعيد واحد فدعوني وأعطيت كل مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فخير مولانا كثير، أسأل الله الكريم لنا ملكة أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك، اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.